خطة العمل في هذه المبادرة الرئاسية اللي تمت بتوجيه من سيادة الرئيس للحكومة وتم عرضها وتم التوافق عليها، هتكلف الدولة ما يقرب من 6 مليار جنيه سنويا، 6 مليار جنيه سنويا عشان نقدر نحقق اللي احنا بنقوله في هذه الخدمات اللي نتصور انها عند اكتمالها هتنقل الخدمات الصحية على كافة المواطنين بشكل كبير. بنشتغل في المرحلة الأولى على 251 منشأة صحية ما بين وحدة ومركز نطورها وتخش الخدمة، ودي معادها من أول يناير إن شاء الله كمان أقل من يومين هنكون بنبدأ في هذا المشروع القومي الضخم. 251 في 21 محافظة إن شاء الله نبدأ في من أول 1/7 نكمل ال 251 دول يوصلوا ل 1004 منشأة صحية في 21 محافظة. ده هياخدنا لحد نهاية سنة 23. سنة 24 إن شاء الله نكمل باقي ال 5000 وحدة رعاية أساسية. يبقى إن شاء الله مدة هذا المشروع هو سنتين، تبدأ خلال أيام، وتكلفة زي ما قلنا ما تقرب من 6 مليار جنيه عشان تحقق عوائد هامة جدا في كل المجال الصحي على مستوى محافظات مصر.